مهرجان لحن الشعوب الموسيقي في مدينة السليمانية أنهى أعماله بمقطوعات موسيقية من التراث الكردي. على مدى 3 أيام صدحت فيها المدرجات الرومانية في متنزه شار بمحافظة السليمانية وبأنواع وأشكال من الفنون الشعبية والآسيوية. أنا أسميهم صنوان لا يفترقان، فعلا هي اللغة اللي تفهمها الشعوب، وتقدر أنت من خلالها يعني أنت عندك هدف معين، تقدر وصول إلى الهدف من خلال هذا الجانبان يعني الموسيقى والغناء والرياضة. عشرات الفرق الموسيقية والمطربين شاركوا في مهرجان لحن الشعوب الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالتعاون مع اليونسكو. الجمهور الذي غصت به المدرجات اندمج مع المقطوعات الموسيقية والغنائية بعيدا عن هموم السياسة والأزمات الاقتصادية. إذا أريد ألزم إيقاع المشهد فألزم موسيقيا، إذا أريد أقف على المسرح وأدي مشهد مسرحي لازم أكون ماسكة الإيقاع لأجل الجمهور ما يفلت من عندي، فكلها هذه موسيقى، حتى إيقاع المشية اللي تمشيها موسيقى. فأنا اندمجت وحبيت أن يعني أشارك أفراحهم. ما قدم على المسرح هو شيء مفرح، فبالتالي إحنا كفنانين نبحث عن المتعة وعن القيمة الفنية، فإذا قدم الاثنين المتعة والقيمة الفنية فلازم تندمج. مهرجان لحن الشعوب الموسيقي أطلق مبادرة نداء الأرض عبر شاشات عملاقة لزراعة 500,000 شجرة في عدة محافظات عراقية في إطار جهود مواجهة التغيرات المناخية وحماية الإنسان والبيئة. أشغلت المدرجات عن آخرها وتناسى الجمهور فوارق اللغة والقومية والمذهب، فالفقرات الفنية التي عرضت أمامهم شكلت رسالة التفاهم والتعايش المشترك التي عجزت السياسة والمشتغلين بها عن إرسالها. يوسف حسيني، الحرة، من المدرج الروماني في السليمانية.